طب بقول لك الناس دي مشيتها. ايوه بس انت برضه في النادي الاهلي جبت سافيو، مشيت احمد ياسر ريان، جبت شادي حسين، ما نجحش. مش شرط دلوقتي ان انا كل اللي انا اجيبه، ما هو مش شرط انا ازود. مشيت بدر بانون، مشيت اجاييه، مشيت ميكيسوني بعد ما جبته. ممكن ما يفيدوش النادي الاهلي لكن الكيان والهيكله الاساسيه موجوده عندي. لازم نبقى عارفين اللي فيها. نادي الزمالك اللي حضرتك قلت على 7-8 اسماء دي الهيكله الاساسيه، لازم انا احاول ولازم انا اجيب موارد ماليه تنادي الزمالك. لما انا نادي الزمالك ما يجيبش موارد ماليه، امال مين اللي يجيب؟ لكن النادي الاهلي بيستفاد من الموارد الماليه بتدخل له، بيقدر اللعيبه بتبقى متمسكه باسم نادي الاهلي. هل لعيب نادي الزمالك متمسك بنادي الزمالك؟ ما اعتقدش. وانا بقول لك معلش، حتى لعيب نادي الزمالك المفروض حتى لو المبالغ طارق حامد كان متمسك بنادي الزمالك لاخر لحظه. طب تديني فلوس لو عايز يا كابتن، متمسك حلو قوي. خلاص يبقى انا عندي، ايه؟ انا بقولها لك جمله وكلمه صحيحه 100%. طارق حامد، بن شرقي كانوا كلهم متمسكين، لولا الامور الماديه لا كان قاعد واستمر في نادي الزمالك. انا بتكلم مع بشار بقول لك الفلوس ناس بره يا كابتن. طيب ما هو ده اللي انا بقوله. طيب ما هو طيب ما هو ده اللي انا بقوله. طيب بلد ده بقى، طيب الفلوس موجوده اهي. انا كنادي الزمالك الموارد الماليه بتاعتك موجوده. الفلوس يا كابتن، الفلوس موجوده بدليل ان هو لا يا كابتن، لا يا كابتن انا اسف. اللي يخليك تدي سامسونج 2 مليون ونص يعني في فلوس، واللي يخليك تدي مصطفى شلبي، ويخليك تدي دونجا، واللي يخليك تجيب صفقات وعمرو سيسي، ويخليك تجيب صفقات يعني في فلوس ومنسي. طيب. ويخليك تجيب صفقات بالفلوس الكتير دي أكتر. والعقود اللي احنا بنشوف عمر جابر جيب بفلوس كتير. يعني انا بتكلم يعني على لعيب يا جد، عمر جابر لعيب كبير، لكن انت جبت اوريدي بفلوس كتير جدا. ده اللي انا قلته. طب والله انت حضرتك الناس دي مشيت ليه؟ ده السؤال. لان انت هيكل الفريق لما بتلعب فيه كتير خلاص.